السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة حبيت أنقل لكم بشرة إن شاء الله سارة لكل متابعينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. زي ما عودناكم طبعا بالفيديوهات العملية، ولو أنكم أنا عارف أن أنتم اشتقتوا على الفترة اللي فاتت، الناس اللي متابعانا من زمان عارفين ان كانت فيديوهاتي كلها فيديوهات عمليه، وعارفين طبعا ان انا ابعد وبكرر مليون مره، انا مش دكتور بيطري ولا مهندس زراعي، مهندس ميكانيكا، انا مهندس ميكانيكا باور، بس واقع شغلي العملي في الاغنام، تجارتي وتربيتي في الاغنام بنقل لك واقع عملي، تجربه عمليه، مش كلام نظري على ورق ملوش اي اصل او مش متطبق على الواقع العملي. فانا بديك تجارب عمليه. فطبعا انا عارف الناس المشتركه معانا من زمان اشتاقت الفيديوهات العمليه، وانا ليا اكتر من شهرين او 3 شهور ما نزلتش فيديوهات عمليه. ليه؟ طبعا انا كنت بتجهز نفسي ان شاء الله للسفر لخارج مصر، ان شاء الله باذن الله في سفريه للسعوديه لانشاء مزرعه تسمين اغنام باذن الله. فبشرتنا النهارده ان شاء الله للي حابب يتابع، طبعا المشتركين معانا مشتركين معانا من زمان، واللي حابب يتابع يلحق ويشترك في القناة ويتابعنا إن شاء الله. مزرعة التسمين إن شاء الله هنعملها في السعودية بإذن الله، يعني خلال أسبوعين بإذن الله من تاريخ الفيديو إن شاء الله هنكون هناك، أقل إن شاء الله من أسبوعين هنكون هناك إن شاء الله، وهيتم إنشاء المزرعة، وبإذن الله هنتابع مع بعض كل يوم بيوم، هنتابع كل يوم بيومه في مع الاغنام ان شاء الله، من اول ما بتوصل الاغنام وفتره الاستقبال، واذا كان في اي علاجات اي ادويه اي حاجات، كله هنتابع مع بعض صوت وصوره من ناحيه تكوين العلف والاعلاف اللي هنستخدمها ومعدلات التحويل اللي هتكون معانا، كل حاجه صوت وصوره. اي حد حابب يعمل مزرعه تسمين يتابع معانا السلسله اللي جايه ان شاء الله، هتعرف بالتفصيل من اول يوم لحد اخر يوم ما يتم البيع. فاللي مشترك ان شاء الله هتجيله الاشعارات، ما ينساش يفعل الجرس عشان توصلك الحلقات اول باول، واللي مش مشترك الحق واشترك في القناة عشان تتابع معانا من اول يوم في السلسلة باذن الله اللي هتبدأ ان شاء الله باذن الله، بس اول ما نوصل ارض السعودية بخير باذن الله، ويتم انشاء المزرعة وتبدأ تدخل الاغنام ان شاء الله، يعني في حدود اسبوعين 3 اسابيع ان شاء الله، ما تزيدش عن كده. ادعوا لنا بالتسهيل، وان شاء الله زي ما عودناكم مع بعضنا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء، فيديوهاتنا كلها عملية من واقع عملي مش كلام نظري على ورق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.